4 جانفي 97 أربع أيام بعد بداية العام الجديد عام 1997 الرياضة التونسية عاشت حادثة وفاة الملحوم الهادي بن خيسة. في 5 جانفي 97 بعدها بنهار الشعب التونسي الكل قام على هالخبر، خبر فقيد الرياضة التونسية وبالخصوص مشاهد قعدوا في التاريخ شفناهم في موكب الدفن. خلى علينا بقعة كبيرة، معناتها ما تنجمش تتنحى نهار الوجعة هذه من قلوبنا كترجيين ولا كشعب تونسي كامل اللي حس وبكى، يعني شعب كامل على الهادي بن خيسة. ان شاء الله باش نقولوا تو، معناتها ربي يرحمه والهادي بن خيسة يعني عمره ما يتنسى. كان مثال في السبور في تونس، وكان معناها ملاعبي معناها مازال كيبدا يعطي سيرتو في كرة القدم التونسية، و لكن هات نبداو من بداية المشوار الرياضي متاع بلها ونسمعوا بالتوازي إلى أنغام كان يحب يسمعها الهادي بن خيسة خارج الرياضة. إلى في الأبومير أني avec moi et de suite ils ont commencé tous les clubs professionnels à vouloir me prendre chez eux, mais lui, ça n'intéressait pas. Il ne cherchait pas la gloire, il ne cherchait pas l'argent, il cherchait la sincérité des gens. Ce n'était pas l'homme qui voulait être monsieur Mercedes ou monsieur BMW. L'apt en amateur. L'apt, l'apt, mais le minime, jusqu'en hâte le junior. تعلم يلا في مرسي مع خالي هذا وكتاب صغر، هو كيك كومباتيف في الكورة وما يسيبش كورة. C'est pas 24 ans et demi qu'on va l'effacer en 40 jours. Il y a beaucoup de choses à dire. Sa présence, sa grandeur. Tous les soirs, je l'attends. Tous les soirs, je me dis... Goal Tunisie! كنا الكرة عالية ديهم رخيصة، هذه كرة أرضية. المركز منيش نخدم وحدي، فما عيادي باش يشوط الكورنير، فما برشا حاجات نجم نقول لك عليهم. وتنتهي مشاهدينا الكرام وتأهلا للمباراة النهائية، مبروك للترجي. شوف يا سلام عليك يا برخيصة. كلمات صحيح ما تنجمش تحكي على هذه بن خيسة، لكن الأكيد هو أنه الشعبية العظيمة اللي عند بلها لدى الجماهير وراها أسباب. هو الكل خارج الميدان وداخل الميدان، كي يبدأ في الميدان هو معه هذيك المهنة نتاعو، هذيك الرياضة، ما
الشخصيه نتاعو هي تحل خارج الميدان، لان هذيك هي اللي اثرت على الناس واثرت علينا احنا بصفه عامه، لانه الهادي كان ناس طيبه ياسر ياسر، شكون اللي ما يحبش الهادي؟ قلبه كبير و... ويحب الناس كل ويصف على الناس كل و... ويفهم الناس كل. هادي معناتها في كلمة واحدة معناتها برسك بارفي، هو حتى واحد ما بارفي ما يقريب بارفي هادي. ممكن أول ناس اللي أنا عرفت الخبر ده وفعلا كنت حزين جدا جدا، وما كنتش متخيل أبدا بصراحة إن هو يبقى كده، يعني لأن فعلا لعيب كبير وكان من أحسن لعيبة في تونس، يعني موجود في قلوبنا ما يتنساش الهادي اللي عارفه وخالته، وانا مارسته كأنا مسؤول وكلاعب ما نحكيش نقول ربي يرحمه وكهو. الكره ما زالت راقده توا في ملعب شالي زيتون، مع ان احنا عند العائله ما زالت راقده في ملعب شالي زيتون، ما زالت ما تحيرتش ان شاء الله النهار تحير. C'était tout quoi. J'avais besoin d'un conseil, je lui demandais à lui plutôt à quelqu'un d'autre. C'était un conseiller, c'était. Je vais vous dire. Il savait comprendre, il savait répondre, il savait nous donner des réponses. Tant j'ai trois garçons, hein. Mais lui, je sais pas, c'est, est-ce que c'est un don du bon Dieu qui lui a donné ça? برشا حوايج حب يحققها، حب ياخذ دار على البحر، حب يعمل مشروع لاخواته، وحب حب يعاون برشا ناس فهمني، في سواء من يقريهم سواء كيما كان عمل في المدرسه فهمني، يجيب لي اثنين نقريهم مازالوا موجودين توا يقراوا فهمني، حب يعمل برشا حوايج برشا برشا. بلاصة كبيرة إذا يخليها رياضي، وبالخصوص يخليها شخص كبير في السبور ببلادنا، لكن المهم حسب رأينا هو المثال اللي يخليه بلها للتواسى الكل، مثال التواضع والعمل والمثابرة في الرياضة وفي الحياة بتاع كل يوم. كون بيرسون أنا ما نكذبش عليك، في تونس ما ريتش كيف، فو ما ريتش كيف، كان سيرفيابل وكان تلقى في سيتياسيون حاجة كبيرة، تلقى ما يغزلش اش تعمل اش ما تعملش، فهمت؟ انسان منضبط كيما في الرياضة نتاعو، كيما في هنا في المنطقة نتاعو، معروف ياسر ويتسمى خسارة الرياضة بصفة عامة في تونس. لي مليون دولار تيغ، لي مليار، كل سو كي بي افونسي يغامبلاسرا جامي هادي. C'est pas vrai. Aussi bien en France qu'à Tunis. Una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande. Ora
una storia importante, quello che sei tu. Voglio quella حكاية entraînement. تترنى على روحك وتزيد تقدم وعمرك ما تقول راني وصلت لتاب هذه ولا قد ما تمشي قد ما ترنى وقد ما تفهم وقد ما تتعلم من الكرة. لقيت ماتش نهار السبت تركزت على ماتش نهار السبت ما حاولتش باش نخمم في حاجة أخرى وثنية بيا هذو اللي خديتها. رجوع من افريقيا اللي اثر عليه برشا واللي حس اكبر مره حس روحه كمواطن تونسي من طراز عالي ولكن اللي يحب يعمل حاجه لبلاده حماس كبير وطنيه كبيره صارت له من الوقت هذاك. الشخصيه اذا كبيره والرياضي زاد وهزوج جوالب عطاونا بلها. وبعد هذا الكل نقولوا اللي حكاية بلها هي حكاية مرحوم الهادي بلخيسة اللي ما توفاش في نهار 4 جانفي 97. عن برشا ناس توفى معنا نحن ما توفاش مازال حي. دونك اللي مازال عنا ما نقوله هو نرحمه عليه ونذكره ديما بخير. Dieu lui a donné tout et il a pris comme ça.